السنوي 23/24/25 أيلول بأرس إلمج. كنا عم نشوف تي في سي الخاص بنشاط رح تشهده بلدة إهمج بالتعاون مع جمعية أنماء إهمج للسنة الثانية على التوالي، معرض المونة 2016 بمحمية أرز إهمج مثل ما شفنا ب 23/24/25 أيلول، والهدف إعادة إحياء التراث القروي بالإضافة إلى تشجيع نساء البلدة على تصريف إنتاجهم. أنت بتشرب جيب ثلاثة، بدنا برغل بدنا زيت وبدنا خس بدنا نعنع بدنا بصل بدنا بهار وبندورة وبقدونس وبدنا ملح وشويه ورق عريس. يا عمي دوختوني روق شوي. للعرق صار في مهرجان، مهرجان العرق بالدورة الأولى رح تشهده منطقة البقاع بمبادرة من أركانسيال، وريع المهرجان بيعود لدعم هالجمعية. مصانع عرق كبيرة رح تشارك، وأكيد العرق البلدي يلي صار جزء أساسي بالتراث اللبناني. الموعد يوم السبت المقبل ب 24 شهر الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 7:30 المساء بتعنايل. ضمن عروض مسرح مترو المدينة محطة مع مترو فان، بقدم طروب ومحمد جمال. ياسمينة فايد بتغني للفنانة طروب، وإلي رزق الله يغني محمد جمال. موعدين، الأول كان ب 14 الشهر والثاني ب 21 أيلول. اليوم إذن موعد جديد لمترو فان. أنا مسكين أنا درويش، من غيرك ما بقدر أعيش. أنا مسكين أنا درويش، من غيرك ما بقدر أعيش. حسن الله حاكيني ما بديش ما بديش، لكرمال الله وحسن الله ما بديش. بالدورة الثالثة بيعود مهرجان الأفلام الألمانية من تنظيم من سينما متروبوليس صوفيل ومعهد جوتيل ألماني. الافتتاح بكرة ب 22 شهر مع فيلم توني أردمان بتمام الساعة 8 المساء، وبيستمر المهرجان لغاية 2 تشرين الأول مع عروض مختلفة لأفلام مثل The Look of Silence، Sex and Crime وغيرها. والمشاهد اللي عم نشوفها هي لفيلم الافتتاح توني أردمان. I am Ambassador Erdman and this is my secretary, Miss Stuck. Hello. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir. Wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. ضمن الحفلات اللي عم نشهدها موعد مع الفنان السوري ملهم خلف بكرة نهار الخميس بترويكا ببدارو، سهرة طربية بقدم خلالها أغاني مصرية قديمة وخدود حلبية. امبارح استقبلت مدينة جبال مهرجان التانجو، عروض رقص، دورات تدريبية وورشات عمل مستمرة لغاية 3 تشرين الأول بمشاركة الفنان مازن كيوان. بدعوة من سيدات المحبة، دعوة لحفل تكريمي للشاعر شوق بزاع يوم السبت المقبل بدار حصبية، وبشارك بالاحتفال الفنان مارسيل خليفة وزياد الأحمدية، بالإضافة إلى قراءات شعرية. والاحتفال رح يكون الساعة 6 المساء.
من خلف ظهر الفلك كلها الآن تسجد لك، كلها الآن تجثو على قدميك الإلهيتين ميممة شطر أهدابك السود، مسرعة كي تقبل ثغر الهلال الذي قبلك. عازفت البيانو تاتيانا بريماك خوري بموعد موسيقي جديد ب 24 ايلول الساعه 7:30 المساء بجامعه البلمند اوديتوريوم الحريري. هيدا اذا كانت جوله على ابرز المحطات واقربها يلي رح نشهدها. نرجع لعندك ماي لحتى نشوف حركه السير الناشطه كثير اليوم. من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير المؤهل الأول أحمد شعبان، صباح الخير. إيه صباح الخير. أنا اليوم رح خبرك عن حركة السير. بلش كتير بكير وكلنا علقنا بالعجقة وبكل صحيح. المطارح بشكل عام مثل ما بتعرفي، اولا من غير شيء في عنا ضغط سير صباحي معتاد عم يكون عنا على مداخل العاصمه، واللي زاد الامر سوء اليوم انه في الاعتصام اللي عم ينفذ من قبل اتحادات ونقابات النقل البري على بعض الطرقات وتسكير بعض اصحاب الشاحنات لبعض الاوتوسترادات والفانات. هالشيء اكيد بينعكس سلبا على حركه السير باغلب الطرقات. اوكي، انا اللي عرفته مسكرين على الدوره، في غير مطارح معتصمين فيها بالنسبه لل خلينا المدخل الشمالي لمدينة بيروت عم يشهد ضغط سير كتير كثيف، وصل بهالأثناء تقريبا اللي حيوصل على جسر الرويال، والسبب في عنا تجمع للشاحنات على جسر الدورة بعد جسر الدورة على المسلك الغربي. كذلك في عنا على دوار علي في تجمع لبعض الباصات، عملنا ضغط سير ومقطوع الطريق نزولا باتجاه بيروت باستثناء مسرب واحد. في عنا كذلك على شطورة، وكذلك في عنا قطع طريق عام الفرز الزحلي. عم يتم اكيد تحويل السير على الطرقات الفرعيه المجاوره، انما ضغط السير ما في مهرب منه بهالموضوع هذا. المدخل الجنوبي بهالاثناء كذلك عم يشهد ضغط سير وحركه كثيفه جدا من الناعمه لخلدي باتجاه الانفاق طريق المطار. تجمع ما عندنا للشاحنات بالمكان، انما ضغط سير طبيعي. اوكي، وفي عندنا ضغط سير كذلك على محور الاوزاعي جناح. داخل بيروت في عندنا حركه كثيفه على العدليه، حركه كثيفه من أصقص باتجاه جادة عمر بيام العاملية بشارة الخوري، كذلك في عنا ضغط سير المدينة الرياضية باتجاه الكولا وباتجاه نفق سليم إسلام. بشكل عام هذه هي حركة السير. وبالنسبة للطرقات اللي عم تتم التجمع عليها، عم نحاول قدر المستطاع كقوة أمنية أنه نقدر نتفاوض أو نقدر نفتح الطريق أو نحول أنه نحول الطريق السير على الطرقات الفرعية المجاورة. يعني حتى الساعة ما فك الاعتصام بعد؟ لا، بعد لغاية الساعة بعد التجمع قائم. وما في أي حل حلي بهالموضوع هذا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. بالنسبة للحوادث اللي سجلت عنا خلال الـ 24 ساعة، 9 حوادث سير للأسف، كان في عنا قتيلين و13 جريح، بنتمنى لهم أكيد الشفاء العاجل. أكيد. ومحاضر السرعة كمان بعدها مرتفعة من 170 محضر سرعة زائدة خلال الـ 24 ساعة، 700 محضر، 701 نهارا و169 ليلا. نطلب من المواطنين توخي الحذر على الطرقات ويوصلوا على اشغالهم بسلامه ان شاء الله. هذا كل شيء. شكرا لك. نحن بريك تاني ومتابع حلقتنا.